مرحبا بكم متابعينا الكرام، سنقدم لكم اليوم بعض القصص والحقائق عن سوميا أبو الجن وآدم أبو البشر وإبليس عليه لعنة الله، ولكن ما سنقدمه ليس لديه أي سند شرعي، لذا انظر إليه من باب الطرف الفكري والتفكر في عجائب الخالق سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. خلق الله عز وجل سوميا أبو الجن قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام، وقال عز وجل لسوميا: تمنى. فقال سوميا: أتمنى أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شابا. ولبى الله عز وجل لسوميا أمنيته وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها. وهكذا كان الجن أول من عبد الله في الأرض، المصدر قول ابن عباس رضي الله عنه. لكن أتت أمة من الجن بدلا من أن يداوموا الشكر لله على ما أنعم عليهم من النعم، فسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم، وأمر الله جنوده من الملائكة بغزو الأرض لاجتزاز الشر الذي عمها وعقاب بني الجن على إفسادهم فيها. وغزت الملائكة الأرض وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الجن، وفر من الجن نفر قليل اختبأوا بالجزر وأعالي الجبال. وأسر الملائكة من الجن إبليس الذي كان حين ذاك صغيرا وأخذوه معهم للسماء. كبر إبليس بين الملائكة واقتضى بهم بالاجتهاد في الطاعة للخالق سبحانه، وأعطاه الله منزلة عظيمة بتوليته سلطان السماء الدنيا. وخلق الله أبو البشر آدم عليه السلام، وأمر الملائكة بالسجود لآدم، وسجدوا جميعا طاعة لأمر الله عز وجل. لكن إبليس أبى السجود، وبعد أن سأله الله عن سبب امتناعه قال: أنا خيرا منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطرد الله عز وجل إبليس من رحمته عقابا له على عصيانه وتكبره. وبعد أن رأى إبليس ما آل إليه الحال، طلب من الله أن يمد له بالحياة حتى يوم البعث، وأجاب الله طلبه. ثم أخذ إبليس يتوعد آدم وذريته من بعده بأنه سيكون سبب طردهم من رحمة الله. وأسكن الله عز وجل آدم الجنة، وخلق له أم البشر حواء لتؤنسه في وحدته، وأعطاهما مطلق الحرية في الجنة إلا شجرة نهاهم عن الأكل منها. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. في حين بقيت النار في داخل إبليس موقدة تبغى الانتقام من آدم الذي يراهما السبب في طرده من رحمة الله، وهو غير مدرك أن كبره وحسده لآدم اللذان أضاع منه منزلته التي تبوأها بين الملائكة، وضياع الأهم طرده من رحمة ربه. كانت الجنة محروسة من الملائكة الذين يحرمون على إبليس دخولها كما أمرهم الله بذلك. وكان إبليس يتمنى في نفسه دخول الجنة حتى يتمكن من آدم الذي لم يكن يغادرها، فاهتدى لحيلة، وهي أنه شاهد الحية يتسنى لها دخول الجنة والخروج منها دون أن يمنعها الحراس الملائكة من الدخول أو الخروج، فطلب من الحية مساعدته للدخول للجنة بأن يختبئ داخل جوفها حتى تمر من الحراس الملائكة. ووافقت الحية واختبأ إبليس داخلها حتى تمكنت من المرور من حراسة الملائكة لداخل الجنة دون أن تكتشف الحيلة، وذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وطلب إبليس من الحية أن تكمل مساعدتها له، ووافقت. وعلم إبليس بأمر الشجرة التي نهى الرب سبحانه آدم وحواء من الأكل منها، ووجد أنها المدخل
الذي سيتسنى له منه إغواء آدم وحواء حتى يخرجوهما عن طاعة الله وخروجهما من رحمته تماما كحاله. ووجد إبليس والحية آدم وحواء داخل الجنة، فأغوى إبليس آدم بينما أغوت الحية حواء حتى أكل من الشجرة، بعد أن أوهمهما بأنهما من الناصحين وأن من يأكل من هذه الشجرة يصبح من الخالدين ومن أصحاب ملك لا يبلى. وغضب الله عز وجل على آدم وحواء لأكلهما من الشجرة وطردهم من الجنة.